بسرعه نروح لمصر علشان مصر فيها جديد كتير. خلاص هنأجل وهنرجع لغزة في الآخر ونروح دلوقتي لمصر ومسألة خفض قيمة الجنيه. الكل دلوقتي مترقب، الناس بتفكر يا ترى امتى هيخفضوا الجنيه ولا مش هيخفضوا الجنيه زي ما الأستاذ نشأت الديه بيحلف للناس والأستاذ أحمد موسى بيأكد لهم. الحقيقة ان في تخفيض جاي وحضرتك عارف، لان كل الإشارات والعلامات اللي بتحصل قبل التخفيض اللي هو التعويم يعني حصلت. بس تعال نشوف مع بعض موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج، هو بيتكلم عن التخفيض. بيقول لك خمس مؤشرات قد تكشف موعد خفض سعر الجنيه المصري. اذا في تخفيض وخفض للعملة هتحصل، يعني هتحصل. ايه هي بقى المؤشرات اللي بيتكلم عنها موقع الشرق مع بلومبرج؟ خلينا نشوف المؤشرات ونقولها لحضرتك. اول حاجة تضييق الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمية. بعد ما وصل الدولار لمستوى قياسي اكتر من 70 جنيه في السوق الموازية في وقت سابق، الجنيه ارتفع او حصل له ارتفاع جزئي. ده ليه؟ لان كان في حملة من السلطة الامنية في مصر اجبرت تجار العملة غير الشرعيين على انهم يوقفوا عملياتهم. ودلوقتي وصل سعر الدولار قدام الجنيه ما بين الدولار الواحد 60 ل 65 جنيه. وبالرغم ان سعر الموازي يعني لحد دلوقتي برضو ضعف السعر الرسمي، السعر الرسمي انتوا عارفين في السوق في البنوك عفوا بيقول لك 31 جنيه، ولكن دلوقتي السعر الحقيقي في السوق من 60 ل 65 جنيه. بيحاول يهدي سعر الصرف علشان يقدر يخفض قيمة الجنيه. وده اللي عبر عنه الملياردير نجيب ساويرس واللي قال لهم يا جماعة في اقتراح كده حاولوا ان انتوا توفقوا ما بين السعرين، السعر الرسمي والسعر الحكومي يعني والسعر الحقيقي اللي في الأسواق. يبقى أول حاجة خفض الجنيه المصري أو محاولة ان هو يقلل الفرق ما بين سعر الحكومة وسعر ايه الدولار في السوق السود علشان يخفض العملة. تاني حاجة معانا اللي هي إشارات من صندوق النقد. صندوق النقد الدولي بقاله كام شهر بيقول لمصر لازم تخفضوا قيمة الجنيه، ودي قضية رئيسية ومهمة جدا في المحادثات اللي كانت ما بين مصر والبنك الدولي وشركائه علشان ايه؟ علشان يدونا تمويل قرض يعني بعشرة مليار دولار. يعني هم بيحاولوا يقولوا لنا ان في تطبيق لتخفيض العمله جاي، وبالرغم من ان الاعلام بيقول لنا مفيش خفض للعمله، ولكن رئيسه او مديره صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت ان مصر هتخفض قيمه العمله المصريه قريبا وقريبا جدا. اول ما تشوف ارتفاع اسعار الفايده في البنوك اعرف ان ده من علامات قرب تعويم الجنيه. مصر بالعادة بتخفض سعر صرف عملتها مع بالتزامن مع تجديد السياسة النقدية. دي الخطوة اللي بتسعى بيها انها تقلل من الطلب المحلي وبتجذب الاستثمار في الاصول المحلية من خلال جعل العوائد اكثر ربحية. اول ما يقولك هات فلوسك وخد ارباح كتير اعرف انه قرب يعوم. رابع مؤشر طرح الاصول للبيع في صفقات كبرى. مصر دلوقتي طرحها 20 اصل مملوك للدولة علشان تبيعهم. منها ايه؟ منها بنوك ومحطات توليد كهرباء، محطات وقود، كل ده مطروح في المزاد العلني، والهدف منه انه يأمن يعني مبلغ من العملة الاجنبية اللي هي الدولار. بالمناسبة انتعشت المبيعات في البداية، في البداية كده باعوا شوية وبعدين الموضوع بقى بطيء جدا. ودلوقتي بتعلن مصر ان عن اكتر من 2 مليار دولار في النص الثاني من 2023 دول العائد من بيع الاصول، وده بيحاول يدي بيه دفعه للسوق المصري ان هو يطمنه ان انا معايا دولارات فهعوم الجنيه واخفض سعره، ودي من علامات قرب تخفيض الجنيه. العلامه الخامسه لموعد او قرب مواعيد خفض سعر الجنيه المصري اقتراب رمضان. إحدى العقبات تتمثل في تزامن هذه التحديات مع شهر رمضان المبارك. رمضان كل عام وحضراتكم بخير هيبدأ 10 مارس تقريبا، وده
ممكن يفرض مع موعد نهائي غير رسمي لتخفيض قيمة العملة قبل رمضان. قبل رمضان يبقى احنا ممكن نشوف تعويم الجنيه قبل رمضان، وزي ما قلت لك قبل كده مش لازم يكون تعويم معلن، ممكن يتم تعويم الجنيه وتلاقي الأسعار زادت والأسعار قلت، وعفوا تلاقي الأسعار زادت وقيمة الجنيه قلت من غير ما حد يعلن عن أي حاجة ويسيبوها ماشية كده لوحدها. طيب الكلام ده بيتوافق عليه ناس كتير جدا شغالة في الاقتصاد، خبراء اقتصاديين مش كلامنا، وناس تانية مهتمة بالاقتصاد. يعني عندنا مثلا بلوجر مهتم في بمجال الاقتصاد اسمه إسلام منير، وإسلام منير اللي شغال في المجال الاقتصادي وشغال في أحد البنوك المصرية بيعمل إيه إسلام؟ عمل فيديو بيقول للناس إيه قصة التعويم اللي جاي، إيه قصة تخفيض العملة اللي جاية، ونشر الفيديو ده على موقعه على أو على حسابه على تيك توك، واتكلم فيه كمان عن كماين الدولار. كماين الدولار دي اللي احنا بنتكلم عنها وحذرنا حضراتكم منها، قلنا عليها امبارح وقبل كده وأول امبارح، ولكن النظام بيحاول يقولك لا مفيش حاجة اسمها كماين دولار. تعال نسمع إسلام منير البلوجر المصري وهو بيطرح فيديو بيتكلم فيه من جوه مصر عن كماين الدولار اللي حصل اليومين دول في مصر. طيب هل فعلا الناس بيتقبض عليها في اول كمين؟ طيب انا جالي كميه رسائل من امبارح على موضوع كمين المطار وكمين بياخدوا دولار من الناس والكلام ده، فخليني هعمل حاجه مختلفه خالص. يعني انا هعكس الموضوع، انا عايز الناس هي اللي تقول لي فعلا، لان الموضوع منتشر وفي ناس بتتكلم بثقه رهيبه انه الكلام ده حصل بس عن اصحابهم او عن اصحاب اصحابهم، فاحنا مش هنقول الكلام ده صح ولا غلط. احنا عايز الفيديو ده على الكومنتس بتاعته، اي حد حصل معاه شخصيا، يعني استاذنكم لو حد ما حصلش معاه شخصيا وبينقل عن حد فبلاش، يعني خليه حصل معاه شخصيا لحد وقفه قال له وريني الدولار اللي معاك او العملات يعني، وخد الدولار ده منه وعمل له اي حاجه تمام. لكن مش اتجار فيه، يعني مش واحد رايح يبيع لحد دولار او يشتري منه في الشارع، فلا انا بتكلم على حد معاه دولار عادي خالص ماشي بيه، لا رايح يبيع ولا يشتري ولا يعمل فيه حاجه ويتقبض عليه. فممكن استاذنكم على الكومنتس دي قولوا لي عشان نقفل الموضوع ده خالص، لان في ناس كتير قوي بتتكلم فيه وبتنقله على الناس، فاحنا مش عايزين اي حاجه من الكلام ده، احنا عايزين حاجه حقيقيه حد حصل معايا الكلام ده ويكتبه، وخلينا نشوف يعني خلينا نشوف، بلاش انا مش هقول حاجه، خلينا نشوف الكلام ده صح الكلام ده غلط، حد وقفه وقال له الكلام ده وهنشره، يعني خلينا نشوف بس الاول الكومنتس هتبقى ايه. طيب عظيم جدا، اسلام منير قال يا جماعه ما حدش يقول عن حاجه ما شافهاش، وما حدش ينقل على حد، ولو سمحتوا اللي حصل معاه انه توقف في كمين الدولار يكتب لنا في التعليقات. تعالوا نشوف بقى التعليقات الناس كتبت ايه الاسلام منير وشرحت ووصفت اللي بيحصل بالظبط. اول واحد قال انا اخويا محبوس امبارح، كنت محول له 1500 دولار على ويسترن يونيون وخرج بيهم واتمسك واتجدد له 15 يوم. طيب حد تاني علق على كلام اسلام منير اسمه علي سيد بيقول انا حصل معايا شخصيا، وقفوني اكتر من نص ساعة اسئلة وفضلت اشرح اني لسه واصل من بره والتذكرة وخدم الوصول، يروح واحد ويجي لي واحد تاني اشرح نفس الحكاية. يعني الموضوع بيحصل مش مجرد كلام على السوشيال ميديا، كماين الدولار. مروة طنطاوي بتقول في كماين في وسط البلد والتجمع وبيسألوا على الدولارات، وفعلا اخدوا من ناس 200 دولار وواحد كان معاه استرليني واخدوا، دي شهادة مروة طنطاوي. اما حازم علي بيقول انا ما كنتش مصدق الاول بس طلع بجد، صاحبي المقيم معايا هنا في السكن نزل قبلي من كام يوم وتثبت في اول كمين خارج المطار على جوزيف تيتو واديني ذكرت الشارع. تمام. دودة خير بتقول خالي راح صرافة يغير فلوس من 4 ايام، ثبتوه 3، واحد منهم طلع كارنيه نقيب وخيروه تسليم الدولار ولا يتقبض عليه، وسألوا منين، قال له ابن اختي بعتهم لي كمساعدة. انت متخيل المأساة؟ صديق يوسف بيقول انا حصلت معايا وقفوني وكان معايا دولار بدفعهم في توكيل ملاحي، مبلغ يعني ما اتكتبش، كان معاه دولارات يعني بيدفعها في توكيل ملاحي ومعايا فاتورة واثبات من المبلغ وايصال من الصرافة، ورغم كده اتمسكت واتاخد مني المبلغ. ده كله بيحصل. مصطفى محمد بيقول حصل مع ابن عمتي ولسه مش عارفين نطلعه.
تخيل البلد اللطيفة. إسلام مصطفى بيقول والله والله زميلي في الغرفة معايا لسه مراته طلعة من الاسم من شوية علشان كان معاها 200 دولار. طيب احنا عارفين يا جماعة وشفنا قبل كده في مصر ان بيبقى في محاضر لازم كل ضابط يعمل عدد من المحاضر وبياخد عليها تقريبا مكافآت او حاجة زي كده. فيبدو دلوقتي ان السادة ضباط الداخلية مطلوب منهم يجمعوا مش محاضر، مطلوب منهم يجمعوا دولارات، هيدوهم بقى نسبة او هيدوهم ترقيات بناء على المبلغ اللي يجمعوه. لان يعني انت متخيل انت راجع من بره، جاي من اي دولة من بره، بتلاقي كمين واقف لك بره المطار. ده مش كلامي، دي شهادات السادة المواطنين اللي قال لك الكمين بعد المطار يعني مفيش باتنين تلاتة كيلو، يوقفك ويفتشك ويلاقي معاك دولارات لان منطقي انت جاي من بره يعني، فياخد منك الدولارات. ده غير اللي بيتحبس على 200 دولار وغير اللي بيتعمل له قضية وغير بقى الناس دلوقتي اللي ممكن هي كمان تجود من عندها، يقول لك انا ظابط عصابة، ممكن شوية عيال صيع ولا شمامين هم كمان زي الشمامين التانيين ويطلعوا يوقفوا الناس في الشارع وياخدوا منهم الدولارات بحجة ان البلد عايزة كده. اذا المواطن المصري عرضة انه يتسجن ويتاخد اي فلوس جياله من بره كمساعدة. الوضع الاقتصادي انتوا عارفينه، فالناس بتساعد بعض، يبعت بدل ما يبعت قفة جنيهات بيبعت مثلا 200 دولار. ال 200 دولار دول يعملوا 12,000 جنيه ولا 13,000 جنيه. فاول ما تطلع من الويسترن يونيون اللي تحول عليه الدولارات وخدتها من جوه المكتب يتقبض عليك ويقول لك ايه، هتسيب الفلوس لمصر ولا نعمل لك قضية؟ فانت طبعا بتسيب الفلوس لمصر وانت مش عارف في الاخر بيوصل لمصر كام. اهلا بيكم في دولة اشد عقد نفسية من كوريا الشمالية، اهلا بيكم في نظام اسوأ من كل الانظمة الشيوعية والانظمة العسكرية والانظمة المجرمة، اهلا بيكم في نظام ما بيفهمش في حاجة غير لغة اقبض عليه وزل انفاسه وصادر فلوسه وحطه في الحبس. اهلا بيكم في التعامل مع نظام عبد الفتاح السيسي اللي بيتعامل مع المصريين على انهم اسرى حرب مش اي حاجة تانية.